مجتمع متميز محترف، جمعيات ومجموعات، لنحيهم واعطونا تحيه حاره على انفسكم وياكم. لانكم مسبلين انفسكم يعني من اجل العطاء، من اجل التوعيه، من اجل التحسيس. وافتخر انكم جيتوا من كل بلديات، اقصى البلديات من ارزي وبوتليليس، يعني هم متواجدين معنا هنا ومتطوعين باش يجيبوا المواطنين الى اخره، يعني الحمد لله لكم عدد كبير. نتمناو ان شاء الله بينما تحقوا الشاحنه تعتبروا بالدم والمواد التعقيم باش نبداو العمليه. نشكركم على تغطية الحدث في قناة الأليف اللي دائما متواجدة معنا، دائما تحت رعاية الثمينية رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية وهران، وأيضا المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران بالتنسيق مع بعض المديريات، رابطة المجتمع المدني بجهود مجموعاتها وجمعياتها ومناضلها. يعني قمنا بهذه الحملة اللي درناها تحت شعار نداء الوطن من أجل يعني القضاء على هذا الوباء والمساهمة في الحد من انتشاره. الحمد لله رانا متجندين اليوم يعني في ساحة الكاتدرائية هنا يعني منذ الساعات البافرة من أجل يعني توعية المواطنين، من أجل التعقيم، من أجل اللقاح، من أجل عندنا الكشف عن الفيروس، من أيضا الأنفلونزا الموسمية، وأيضا عملية التبرع بالدم. الحمد لله تشوفوا يعني العملية مستمرة والتوافد راها يعني راه متواجد يعني الحمد لله. ونتمنى إن شاء الله أن هذه مش غير مبادرة الأولى، نتمنى كل هيئات المنظمات والمجتمع المدني يعاندنا في هذه الأمور باش نقضوا على هذا الوباء في أقرب وقت ونولوا الحياة الاجتماعية والصحية تاعنا كما كانت. وبارك الله في الإجراءات اللازمة اللي كانوا الولايات المتحدة أو الساحلين، هذا هو المشروع اللي رانا ان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء وهذه لفائده كل ساكنات ولايه وهران لتحدي هذا الوباء ان شاء الله. وربي يقدرنا على فعل الخير وربي يرفع علينا الوباء والبلاء. شكرا لقناه الأليف على الترقيه اللي هي شريك في كل المناسبات اللي بها جمعيه. ربي يوفقنا.